أستاذة آية من الإسكندرية معنا. أيوة السلام عليكم. اتفضلي يا أستاذة آية. أيوة الله يبارك لك يا عم الشيخ، يا رب يديك الصحة وطولة العمر يا رب. على راسي. الله يبارك لك يا رب. أنا بالنسبة لي حاجة عم الشيخ ده، أنا عندي قصة بس هي تعباني جدا. أنا كنت مخطوبة ومكتوب كتابي بقالي 5 سنين أو 6 سنين ماشي، وأصبح اللي حصل الاختلاف هو ساعة القايمة. يعني انت كنت مخطوبه لمده اربع سنين؟ انا مخطوبه 4 سنين، عشان انا كان وقتها انا كان عندي 16 سنه طيب ماشي، وهو بقى كان مشينا لغايه ما بلغنا السن، لغايه ما بلغنا السن 18 سنه تمام ماشي، وانا دلوقتي عندي 20 سنه ماشي، وانا قطبت كتابي، وانا دلوقتي جه وقت القايمه وحصل مشكله كبيره ماشي. انا والدي كتب القايمه وكل حاجه، بس ما كانتش في القايمه ذات نفسها اللي هي اصلا اتجاب ان المكتبه، هو كان كاتبها على ايد محامي 4 ورقات وش وظهر. طبعا لما جه خطيبي جه يقراها، طبعا عمه ما كانش موجود عشان عنده مشاكل، راح قال له يا عم لو سمحت ممكن اخدها اجي اوريها لعمي، قال له لا هي ما تطلعش من البيت واللي شارب يمضي. ده كلام والدك؟ ده كلام والدك الله ينور عليك. وهو خطيبي لما شاف القايمة بقى مستغرب، بقى مقلق مش عارفة ايه، بس في نفس الوقت هو يعني هو خطيبي اصلا يعني متردد في حاجة، يعني هو انا مش عارفة ايه اللي فيه. بس بقول له اللي شارب يمشي. خطيبك ده استغرب. خطيبك ده اللي انتوا كنتوا مخطوبين من 4 سنين 5 سنين؟ ده الكلام دوت يا عم شيخ، انا كان المفروض دخلتي كان بعد العيد دوت. كويس، يعني انت اظن كده 14 سنه دلوقتي. استاذه ايه، انت من كنت عندك 14 سنه، فانت دلوقتي عندك في العلاقه دلوقتي عندك في العلاقه دلوقتي 6 سنين صح كده؟ الله ينور عليك. خطوبه وكتب كتاب، وكان المفروض دخلتي بعد العيد باسبوع، ما حصلش نصيب وكل واحد راح لحاله. بس في سؤال محيرني، هو ما مضاش ليه؟ واستغرب وكتبنا احنا، يعني هو حتى بيقول اكتبوا القايمه بما يرضي الله. يعني انت دلوقتي يعني دلوقتي يا ست ايه خليني اسالك، دلوقتي حصل طلاق؟ هو حصل طلاق، بس انا دلوقتي انا عايزاه، بس هو كان في نيته هو اللي هو عايز ربنا يكتب القايمه بما يرضي الله. ربنا يجبر قلبك يا ست ايه. قولي لي، طب اساليني بتساليني دلوقتي، انت سالتيني سؤال انا عايزه افهم. انت عايزه تقولي لي هي القايمه، هو الواحد مش بي هي الواحده مش بتجيب الحاجه وبتكتبها، وهو ايه العريض بيمضي عليها؟ طيب ولا بيقعد يفصصها ويشوف ايه الدنيا؟ وكمان يعني اللي تعبه اللي خطيبي بيقول ابوكي بيقول امضي وانت ساكت واكتب اللي انا اكتبه. يعني طيب. انا بكلمك من ناحيه والدي وامي مش ايه خطيبي. اجاوب على حضرتك يا استاذه ايه. استاذه ايه انا قلبي معاكي والله، قلبي معاكي، يعني علاقه 6 سنين وفي الاخر خالص تقف على ورقه. أول حاجة أنا شايف إن المسألة كلها ده قلب بنت اتفعص ما بين فكرتين سلبيتين عن الجواز. فكرة سلبية على إن الجواز بالكترة وإن الأمان بيكون بالحماية بحق البنت في المال. إحنا صح الشرع أقر إن البنت ليها مهر وأقر إن البنت تكون كده، بس على فكرة القايمة ليست واجبة، لكن القايمة جائزة لحفظ الحقوق. افرض يا سيدي في رجل ايه اللي حاصل؟ خلى مهر بنته بما يتناسب مع ذلك الشخص اللي هي بتحبه عشان يجمع بينهم، ده راجل حكيم وعاقل، راجل عمل بقوله صلى الله عليه وسلم لا تغاروا في المهور. هو عايز يقول ان احنا حطينا في القايمة الاموال الموجودة، لان كلام بنتي آية بيقول ان باباها هي كانت منتظره من باباها شويه مرونه، ايه يعني لما ياخد القايمه دي ويعرضها على عمه؟ ايه يعني لو القايمه فيها شيء من المبالغه يحصل تفاوض عليها؟ صحيح هي بتكتب الحاجات اللي هي اشترتها لان هي مش مسؤوله ولا واجب عليها امام الله سبحانه وتعالى ان هي تجهز البيت، لكن احنا خلاص جرى في عادتنا ان بناخد المهر ونعمل ايه؟ ونشتري اساس البيت. فأساس البيت ده متجاب من مهرها فده حقها، لو كان هو دوت اللي مكتوب في القايمة فده حقها، ويكتب في المهر ده حقها. لكن مش معنى ان واحد عايز يحافظ على حقه ينسى ان احنا في علاقة
محطوطة في إطار لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لازم يبقى فيه رحمة. هو حاسس بأعباء كتيرة، كان أيها السيد الوالد لازم يبقى فيه مرونة. وعلاقة ست سنوات ما نتعاملش معاها بهذا الجفاء، احنا بقينا أهل خلاص، وده جوز بنتك معاه عرضك، فلازم كان يبقى فيه مرونة شوية. وانت أيها الصديق العزيز، وأنا على فكرة لو إن حضراتكم تشرفتونا في مركز الإرشاد الزواجي نتكلم، لأني في الحقيقة العلاقة دي 6 سنين كتير. أنت بتسألي هو ما مضاش ليه؟ هو ما مضاش لأن هو في الحقيقة في بيئة غير صالحة الآن فيما يتعلق بالقايمة، أن أي خلاف الناس ممكن تحبس بعض بالقايمة دي في مسألة التبديد. في حالة كده من حالات عدم الصفاء محتاجين نتخلص منها، محتاجين ان احنا نفكر شوية في المغالاة في المهور عشان الولاد ما يعزفوش عن الجواز، ومحتاجين كمان الواحد يبعت رسالة طمأنة لزوجته، وخاصة لما يكون كتب الكتاب. يا سيدي يا أستاذة آية، لو سمحتم تعالوا انتوا الاثنين نتكلم ونفكر مع بعض. وانا نصحتي لوالد حضرتك ان هو كان لابد يكون اكثر هدوءا. ليس معنى ان انا بحمي بنتي ان انا أبين للناس إن أنا راجل قاسي أو راجل شديد أو راجل عنيف، لا. الحماية لها أساليب كتيرة جدا جدا، ليس أحدها القسوة ولا إن أنا أتعامل مع الناس بجفوة. دي نصيحتي، وأرجو إن ربنا سبحانه وتعالى يصلح الأمر، لأني بنت عايزة، بنت 6 سنين علاقة كتير إن هي تدمر عشان في 2 وقفوا قصاد بعض. يا رب ربنا يا بنتي آية، ربنا سبحانه وتعالى يرجعكم ويديم عليكم ويحفظكم ويألف ما بين قلوبكم يا رب. سألتيني هو عمل كده ليه؟ قال إيه المفهوم الغلط بتاع الرجولة؟ قال إيه رجولته نقحت عليه، ودي مش رجولة بالمناسبة، ده ملوش دعوة بالرجولة. الرجولة إن ينقح عليك إن أنتي مراتي وأنا هقدر أبين للناس إن أنا أقدر أحميكي بحاجة تانية غير الفلوس. نعم.